السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة، ونبدأ بأبرز العناوين. المدير التنفيذي للانتخابات يدعو الناخبين للتأكد من بياناتهم بجداول الناخبين حفاظا على حقهم الدستوري. وزارة الصحة تفوز بجائزة فريق العمل المشترك بين وكالات الأمم المتحدة لمساهمتها بالسيطرة على الأمراض غير المعدية. وزارة المواصلات والاتصالات تعلن نيتها توفير 20 محطة نقل عام مكيفة جديدة بنهاية العام الحالي. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. بدأ قبل قليل عرض جداول الناخبين في اللجان الإشرافية الأربع وتستمر حتى الساعة 9 مساء، فيما بدأ عرض الجداول إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للانتخابات صباح اليوم. وأكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف عبد الله حمزة أن تحقق المواطنين من أسمائهم في جداول الناخبين هو الخطة الأولى لضمان ممارستهم لحقهم الدستوري في الانتخاب. يشار إلى أن عرض جداول الناخبين سيستمر لغاية يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر المقبل. فازت وزارة الصحة بجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك نظير مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالسيطرة على الأمراض غير المعدية. وهنأت وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية على جهودها التي كان لها الدور البارز للحصول على التكريم العالمي، وأهمية العمل الجماعي والتكاتف بين مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في المجال الصحي. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة. أهلا بك سعادة الوزيرة. أهلا وسهلا. بداية، ماذا تعني هذه الجائزة لوزارة الصحة؟ اسمح لي بداية طبعا أولا أن أهنئ قيادتنا الحكيمة على رأسها جلالة الملك المفدى سمو رئيس الوزراء والموقر سمو ولي العهد الأمين حفظه الله على تحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي لا يعني فقط لوزارة الصحة بل لمملكة البحرين جميعها. طبعا هذه الجائزة لها دلالة كبيرة لوزارة الصحة ومملكة البحرين، مما يدل على أن الوزارة تسير على النهج الصحيح في تقديم خدماتها الصحية وتحقق الأهداف التنمية المستدامة وتحافظ على صحة الجميع. فبالطبع هي جائزة لأول مرة تقدم على مستوى العالم وأول دولة عربية تحصل عليها، فأكيد لها معنى كبير لمملكة البحرين للجميع. نعم، ما الدور الذي قامت به اللجنة للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية واستحقت عليه هذه الجائزة؟ طبعا الجائزة حظيت يعني بهذا التكريم كما ذكرتي بالجهود الكبيرة اللي قامت بها كافة الجهات وليست وزارة الصحة فقط، خاصة ان اللجنة الوطنية هي تعتبر على مستوى العالم اللجنة الوحيدة اللي تضم كافة القطاعات في من وزارات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، جميعها تهتم بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. فجميع هذه الجهات قامت بحملات، فهناك العديد من البرامج اللي قامت بها اللجنة الوطنية بجهود مشتركة، وهذه أحد المعايير التي جعلت فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة عندما زاروا مملكة البحرين في العام الماضي وأيضا هذا العام اتضح ان هذا نموذج فريد من نوعه ان يكون لدينا مثل هذه اللجنه تشمل كافه الجهات الحكوميه وغير الحكوميه تعمل لمكافحه هذه الامراض التي احنا نطلق عليها ايضا امراض العصر.
وجهود كثيرة، خاصة أن أيضا البحرين تبين أن عندها خطة صحية وطنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهذه الخطة في إطار جميع الجهات تقوم بتنفيذها وتحقيق هذه الأهداف، وهي تتماشى مثل ما ذكر مع أهداف منظمة الصحة العالمية. فهناك عدة مؤشرات وأهداف ذات صلة بالأمراض غير السارية والتزامات عالمية. البحرين من الدول العالم اللي التزمت بكل هذه الأمور، ولهذا السبب منحت هذه الجائزة الفريدة من نوعها. نعم نعم الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، شكرا لك. نفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول اختفاء دواء المورفين من مركز أمراض الدم الوراثية وطوارئ السلمانية، وأكدت الوزارة أن دواء المورفين متوفر وأنه يصرف للحالات حسب الحاجة والتشخيص وتوجيه الطبيب المعالج، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل مستمر على توفير احتياجات المرضى ومراقبة المخزون واستلام الشحنات وتوزيعها والتأكد من وصولها لنقاط الصرف، إضافة إلى توفير مخزون احتياطي لحالات الطوارئ. استضافت مملكة البحرين الملتقى الخليجي الأول لأمراض وجراحة الأذن، والذي يستمر إلى 29 من الشهر الجاري بتنظيم مشترك من المستشفى العسكري بمملكة البحرين والهيئة السعودية للتخصصات الطبية والجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة. نظم قسم التدريب والتطوير بالمستشفى العسكري الملتقى الخليجي الأول لأمراض وجراحة الأذن برعاية سعادة اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وبمشاركة نخبة من الجراحين الاستشاريين من داخل مملكة البحرين ودول الخليج، إضافة إلى مجموعة جراحين من جمهورية إيرلندا. الملتقى راح يتناول العديد من الأبحاث والدراسات، ويشارك فيه عدد كبير من الاستشاريين والجراحين المختصين في جراحة الأذن من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الجمهورية الإيرلندية، وبمشاركة عدد كثير من المتدربين والأطباء من مختلف دول الخليج. طبعا هذا المؤتمر له أهمية كبيرة لتطوير جودة الخدمات تحديدا في مجال علاجات الأذن، ويعكس التعاون السعودي البحريني في هذا المجال، خصوصا أن المستشفى العسكري حظي باعتماد هيئة التخصصات السعودية، وهناك 13 برنامج تدريبي يتم فيه تدريب الأطباء من البحرين والمملكة العربية السعودية في هذه المستشفى. يتناول الملتقى العديد من الأبحاث والدراسات حول مختلف المواضيع المتخصصة بجراحة وأمراض الأذن، كما يقام على هامش الملتقى معرض يحتوي على أحدث أجهزة السمع والقوقعة السمعية الإلكترونية والتقنيات الحديثة في مجال جراحة الأذن من قبل العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى أنه ستكون هناك العديد من الورش التدريبية في مجال جراحة الأذن والعظم الصدغي بإشراف نخبة من الاستشاريين في هذا المجال. الهدف من هذا الاجتماع، من هذا الملتقى، كان إيجاد وتوصيل ما وصل إليه العلم الحديث في علم أمراض الأذن وجراحة الأذن إلى أبنائنا في منطقة البحرين. والحمد لله التعاون جاري ومستمر، ودائما احنا نلتقي كل يعني اكثر شيء نلتقي في الخليج ونتبادل آرائنا وتجاربنا في حقل الأمراض الأنف والحنجرة، وهذا مثمر جدا ويرجع لمواطنينا في بلادنا. يعكس هذا الملتقى حرص الخدمات الطبية الملكية ممثلة في قسم التدريب والتطوير وسعيها الدائم لمواكبة العملية التدريبية في مختلف التخصصات الطبية وتحقيق التعاون في المجال الطبي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. السادسة مستمرة وتتابعونا فيها بعد قليل. الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تبدأ بوضع الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل المحجمين الشعبيين.
نظم المجلس الأعلى للمرأة جلسات استشارية عامة لعدد من المقبلات على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وذلك في إطار برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة الذي أطلقه المجلس مؤخرا بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية. وتناولت الجلسات الاستشارية التي قدمها عدد من المختصين مواضيع عديدة كالحملات الانتخابية وإدارة فرق العمل والظهور الإعلامي والاستثمار الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي والفصل بين اختصاصات مجلس النواب والمجالس البلدية، بالإضافة إلى مهارات الإقناع والتأثير. ويعمل برنامج الاستشارات الانتخابية للمرأة على تقديم الاستشارات النوعية في المجالات القانونية والسياسية وإدارة العملية الانتخابية للمرشحات المقبلات على المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وفرق عملهن، ورفع تنافسية المرأة البحرينية في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الحياة العامة. أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عزمها البدء بإنشاء 5 محطات مكيفة لحافلات النقل الجماعي في المملكة كمرحلة تجريبية. وقالت وكيل النقل البري والبريد بالوزارة إن المحطات 5 تقع على شارع الملك فيصل وراس رمان ومجمع الأفنيوز وعراد، مشيرة إلى أنه سيتم توفير نحو 20 محطة مكيفة جديدة بنهاية 2018 في المواقع الأكثر طلبا والتي بحاجة إلى هذه المرافق بشكل أكبر. وتستخدم شبكة حافلات النقل الجماعي 532 محطة توقف تقع في مختلف مناطق البحرين، وتعمل الوزارة بشكل مستمر على توفير محطات توقف جديدة على طول الشبكة لتقديم خدمة أفضل للركاب. قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة إن التقنيات الحديثة التي أدخلت في المشاريع الزراعية في البحرين استطاعت في رفع إنتاج المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً. وأشار وكيل الوزارة بمناسبة الاحتفال بيوم الزراعة العربي إلى أن جهود البحرين في تطوير المجال الزراعي ساهمت كثيراً في الارتقاء بالقطاع الزراعي عبر إصدار التشريعات والقوانين، فضلاً عن تدريب الكوادر البشرية والمشاركة في الدورات التدريبية وتبادل الخبرات. يشار إلى أن يوم الزراعة العربي الذي يصادف اليوم يأتي هذا العام تحت شعار الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية. عقدت إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية وإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال منتدى معايير وآليات مراجعة أداء المدارس الحاضر والتطلعات. ويوفر المنتدى فرصة لمواصلة التحاور بين مختلف الأطراف في المدارس الحكومية والخاصة ووزارة التربية والتعليم ومجتمع المدارس بشكل عام من خلال محاور متعددة، منها أهمية مشاركة المدارس والمؤسسات والمجتمع في تطوير معايير وأدوات مراجعة أداء المدارس وكيفية رفع مستوى جودة الأداء المدرسي. يشار إلى أن هذا المنتدى يعقد للمرة الخامسة ويشارك به عشرات المعلمين والقيادات الوسطى والعليا في المدارس الخاصة والحكومية، إلى جانب المستشارين والتربويين وخبراء تحسين أداء المدارس وخبراء ضمان جودة التعليم. يأتي هذا المنتدى الخامس لإدارتي مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة بهيئة جودة التعليم، ليتعامل مع الإطار الجديد اللي إحنا نبي نستحدثه أو نطوره للدورة القادمة من مراجعات أداء المدارس الحكومية والخاصة. إحنا دائما النهج مالنا وسياساتنا وأحد أهم مبادئنا الشفافية والتعامل مع الشركاء بصورة واضحة. نحاول أن إحنا دائما قدر الأمكان أن هذه المعايير مثل ما أنها هي تحكم أداء المقيم، أن المقيم في نفس الوقت يكون مطلع عليها وعنده رضا عنها وأنها هي تمس واقعها وتمثله. لذلك يكون التركيز في هذا المنتدى اليوم عبارة عن مناقشة لمسودة أو نسخة الإطار اللي راح يتم تطبيقه في مراجعة أداء المدارس في الدورة القادمة. بحث المجلس الأعلى للمرأة مع ممثلين من وزارة الداخلية عددا من الموضوعات ذات الصلة بإطار تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عمل مكاتب حماية الأسرة في مديريات الشرطة في جميع المحافظات ومجالات تطويرها وتوحيد عملية تلقي الشكاوى والبلاغات التي تندرج ضمن اختصاص هذه المكاتب، مع التركيز على تنمية قدرات كوادر المكاتب من المعنيين بالتعامل مع الملفات التي تستهدفها هذه المكاتب. بدأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بوضع الإجراءات اللازمة لتنظيم عمل المحجمين الشعبيين في مملكة البحرين وضمان حصولهم على التدريب والتأهيل اللازم لممارسة المهنة من خلال الالتزام بالضوابط التنظيمية واشتراطات الصحة والسلامة. وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم الجلاهمة إن المجلس الأعلى للصحة وافق على الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت أو الأفراد الذين سيمارسون الحجامة، وتم استدعاء كافة المحجمين الشعبيين للبدء بتأهيلهم وتدريبهم على أداء الحجامة بالطريقة السليمة. فيما يلي عرض لحالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات المملكة. ختام نشرة السادسة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.